اوه في هاي الطرابة، يعني احنا والله ما اعرف شيخ محمد. هسه اوكي، هسه انتم مشكلتكم عورتكم تشرين، موجوعين حقكم والله حقكم، بس عمليا ترى لا يعني يا اخوي، تشرين علي من فيها معورتني؟ عجائز علي فيها من شيوخ. معورتني بالتسع شو مقاعد؟ ليش تحكي عليها هيك؟ غير جاي من علي شو من سنة علي تطلع من انت معورتني؟ التحم شا بس من هاي، لو ما بس من معورتك تصفنا كان ليش ذيول وتصف شهدائنا حملتها؟ بالكباب؟ لا ابدا حملت ابدا تشرين والله، فشل فشل. عفطت عن لا خلي ذراعات شيخنا لو وحقك. سمحت لي، اي انا اقول لك، لعل انت مو بكيفك انت هاي تقصر. عفطت عنز وسوت شنو بيكم عنز. معورتني؟ لعل اقول لك شيخ، انت بس شنو اعطيني اللي مجال سويته؟ احكي زين. هسه انا مو كتلة سمعتك وما القادة قاطعتك، تشرين، هسه مو كتلة حكيت انت وانا القادة ما تشرين قاطعتك، لو هي سقطت الأحزاب هسه غير بالانتخابات، شو نسمعك تعرف لو ما كل زين؟ نسمع. لا مو انت لا مثل ما ترمي سمعناك زفن. سمعنا، ما شنو بيها شيء تشرين؟ ترى، حطوا متن على اساس. مثل ما سمعناك سمعنا. شوف ما تقدر تسمعنا وين هو شيخ، اعطاني ليش يا مجال؟ حبيبي عزيزي سمعوني؟ عين ما اعطاني شيخ مجال عن محمد، النجم. شيخ لا محمد حول ولا قوة، فدوى انت صديقي، خلي عين خلي النجم. خلي شيخ غيث يكمل. فدوى شيخ محمد، احنا نختلف ما طبعا يخالف، على بس هذا انت مره هاي طريقتكم تسويق الملفات بهالطريقه، ممكن تمشي على الناس السذج، والان حتى السذج همين اكتشفوا الحقائق. اولا انتم تحكون على الصين اللي عادل عبد المهدي جاب الصين تريد تبني العراق، هتشذب هالوهم هذا اللي صنعته، هو مو اكثر من فقاعه ووهم تختبئون خلفها. سامحني لازم نحكي صح، ليش خطاب مره تقول تشرين خطاب فقاعه؟ خلينا كمل خلينا كمل خلينا كمل شيخ محمد. مره تقول عفطت عنز وفقاعه، ومره تقول لا نجم اعطونا مجال، ما يصير. نعم عفطت عنز، مره عفطت عنز، ومره خربت المشروع الصيني الايراني. هاي غير عفطت عنز وطيرناكم انتم الصين، لعل لو نريد ننفق عليكم نفحه الاسد شو يصير؟ امريكا فتهدوا امريكتك العظيمه، زين مره امريكتك العظيمه من التوقيع. عزيزي شيخ عزيزي، من هذول ادوات؟ عزيزي انت اللي بتحكي عن امريكا كم يا مدون؟ شيخ هذول يا شيخنا يا عزيزي، بس اهدأ خلينا نحكي خلينا نحكي. انت من نحكي عن امريكا وكانك انت نسيت الامريكان هم اللي جابوا وصار، خل نحكي عليك العباس، ما يصير هيك لو سمحت. من تحكي عن امريكا لا تنسى امريكا جابت الجعفري، وامريكا اللي جابت ابو اسرائيل للسلطه، وبفضل امريكا سويتوا صوله الفرسان، وبفضل امريكا صارت دوله القانون. لكن اليوم وبفضل احكي لي سولف لليوم، ما انا بس اهدأ بس اهدأ، انا ما قايل لك انت غلطان من تشتغل يا امريكا شيخ، بس اعطينا مجال. لا حول الله لا حول الله عزيزي شيخ، بس شوي اعطينا مجال. اذا هاي امريكا لا تشيطنها كلش، لان هي اكو اجزاء منها صنعتكم وصلتكم للسلطه وخلت هاي الدوله اللي جاي تفتخر بايجابياتها هي بفضل امريكا، فخلينا لا نشيطنها زايد. بس على كيفك وياي. ثانيا انت تتحدث عن الصين، لو سمحت لي لو سمحت لي بس خلو ارد اكمل جمله يا استاذ نجم، ما يصير. ثانيا تتحدثون عن الصين وكانها ما موجوده بالعراق، هاي الشركات اللازمة النفط مال العراق هي مو صينية، مو هذه شيء موجودة، والصين صار لها سنين ترى موجودة بالعراق، يعني مو جديدة ولا بزمن عبد المهدي. يلا ما بنيت آخر ما بنيت. تاريخ لك شيخ احنا وياكم مشكلتك تغش نفسك. انا آخر تعليق آخر تعليق هو أنا آخر تعليق هو أنا آخر تعليق أقول ببساطة، احنا مشكلتنا ترى مو حكم اسلاميين وعلمانيين، أي مشكلتنا انتم ما تعرفون تحكمون، هذا مشكلة ما لها علاقة بالاسلام وغيره، وإلا انت ما تقدر يعني تكفر كل الدول العربية مسعود والاسلامية. هاي ايران، بس اكمل بس اكمل، هاي ايران اسمع لي بس اسمع لي اسمع لي، هاي ايران دولة اسلامية ومعادية لأمريكا ومعادية لإسرائيل، بس خليها شوارع ومدارس وحكم ونظام وما تسمح للميليشيات سوونا على قد الديرة. تصيحون إيران برا برا السياسية المستقل، أقول ردنا نجيب خبرة، احنا ما نريد إيران بس انتم متحكمون تصيروا مثلهم. إيران برا برا وش يكون هدوم أخي نصيح بلساننا، بس الحكم بيتكم شيخ محمد، احنا نحكي بلساننا بس الحكم بيتكم. انت ليش زعلان من هذا الحكم الشعار؟ بيديكم. هذا الشعار اطلق شعب اهلك وناسك بما فيهم ولدك اللي شاركوا بما فيهم ولدك. لا لا هذا مو شعب، ذولا جوكرية، ذولا جوكرية مو شعب، شيخ محمد البصري شيخ محمد.
ولدك مو شاركه بتشرين مأجور باخر توطئه باخر سؤال ولدك مو شاركه بتشرين انا اجاوبك هم ذيول هم ابناء سفارات